مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. ونحب نشكر كامل المشتركات الوفيات ديالي ونشكرهم على كامل تعليقات الشابات تاعهم. كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير لكم روتين بسيط تاع اي امراه جزائريه ماكيته في البيت، يعني كش نحافظ على البيت ديالي دائما كيبقى نقي، يعني هكا باش كي نجي ندير الميناج وكامل ما نتعبش نلقى الدنيا كامل تاعي نقيقيه. هنا كما راكم تشوفوا انا دائما كل يوم ولا يومين نمسح كامل التواقي تاعي، وكين باش كي نفتح طاقه تهوالي لاشالي تهواولي لي شامبر هكا ما تخليش الغبره اللي في التواقي. هنا كما راكم تشوفوا الحاجه الاولى ما وريت لكم كيفاش طيبت القهوه ديالي وشربته كامل، بديت كامل قباله في الشغل. هنا بديت بالشامبر لغرفه النوم تاعي، فتحت الطاقه كما شفتوا راني نبدل فلاو فليوس. هنا كما راكم تشوفوا المخايده انا دايره المخده وفوقها لاوس هذه البلون الكوفر هادية، ونزيد فوقها لاوس تاع تاع الكوفرلي هدايا، يعني هكا باش ما توسخليش بالخف. هنا اليوم راح نبدل ليوس تاوعي تاع لاجوم، كيما على بالكم في الصيف يعني ماشي كيما في الشتاء نعرقو بزاف وكامل، يعني نحاولوا كل 4 ايام ولا سمانه الا كثرنا سمانه نبدلوهم نبدلو ليوس ديالنا. هنا كيما راكم تشوفوا كل ما نجي راح نبدل ليوس ديالي، نمسح البنك تاعي من لا بوسيير وكامل هكا باش نفرش الدغا ديالي عنقه. وهنا كما راكم تشوفوا بالنسبه كان واحد الاخت سقساتني على البوليش اللي نمسح به الخلطه، يعني انا لاشوم تاعي نمسحها بهذا البوليش تاع فورس اكسبريس، ما نمسحهاش بهذيك الخلطه باسكو هذه لاشوم تاع لامبورتاسيون، اذا مسيتها بالماء بالك تخسر لي ولا ما نحبش نسيي فيها. هنا كما راكم تشوفوا مسحت لي تابل دو نوي لي تابل دو نوي ديالي، ودوكا راني راح نمسح لا كوافاز. هنا كما راكم تشوفوا يعني شبحات مانيش مكتره كامل، راني دايره هذيك لا سيري اللي جبتها معايا في عرسي، وراني دايره هذيك اللي ندير فيها عفوا لي زاكسيسوار ديالي. هنا كما راكم تشوفوا راني نجوز برك على الغبره هكا باش ما تراكمليش لا بوسيير بزاف. وهنا كيف كيف بالنسبة للبنك تاع وليدي، تانيت نرفد المخدة والدغا ديالو نحاول دايما نديرهم للشميسة، وهذاك المطرح الثاني تنفضوا نرجعوا لبلاصتو. بالمناسبه يعني كم يعني انا باش نقول لكم وليدي كي كان بيبي ما كنتش نديرو في بونكو، كان يعني كنت نرجعو رضاعه طبيعيه ما نقدرش، كنت نرقدو عندي معايا فوق البنك، ودوكا كي كبار وكامل وليت نرقدو في البنك ديالو. هذا بالنسبه للامهات اللي بالك عندهم هذا المشكل، كان اللي تقول لك ما يحبش يرقد لي في بونكو، كان اللي تقول لك لا معليش انا جوزت له هذيك لا بيريود كي كان يرضع، ومن بعد غير كبر يعني قطعت له الرضاعه طبيعيه ولا ياكل ويشبع بيان ولا يرقد في البنك تاعو. وهنا بالنسبة للشومخ تاعي هذا هو الشكل النهائي تاعها، يعني بدلت هاد الدغا درت هذا الغوز، يعني هذا عنده بزاف ملي جبته معايا في جهازي. هنا كي كملت الغرفة تاعي
اتوجهت لغرفة الجلوس، يعني للصالون هذا اللي نقعدوا فيه توجور. هنا كما راكم تشوفوا راني نخمل في هذيك الفتيات، ننفض لهم في المخايد ديالهم، يعني هكا باش نعاود نوقفهم. وليدي يضل يصوتي لهنا ويلعبوا كامل كما راكم تشوفوا. شوفوا واش لقيت مول مخدن، لقى لي جوين، لقى كل خير. انا بالنسبه حاشاكم واعزاكم الله، سمحوا لي على هذه الصوره، يعني راني نكنس هنايا، يعني كان تحت طلب العديد منكم، يعني على بها نشارك معكم كل حاجه. راني نكنس في الزربيه ديالي، كسسوا بهذه البالي العاديه ولا بهذيك اللي باليد، راهم كاينين متواجدين في الاسواق، واللي عندها لاسبيراتور يكون احسن. هنا نكنس كامل، يعني انا قبل ما نجوز حاجاكم نشف الدار تاعي كامل، نجوز عليها بالبالي هكا باش نشف تاعي ما يطمليش التخاش. وكامل انا كما راكم تشوفون نجوز كامل. وهنا كما راكم تشوفوا حبيباتي، بعد اللي سقيت كامل هذوك لي بلانت ديالي، انا حاشاكم بدون تاع لا بوبال ديالي، انا توجور نغسلو لهنا في البالكون. كان واحد الاخت خطره سقساتني قالت لي وين تغسليه، نغسلو هنا في البالكون، فحبحو بيان، ديرلو الايزيس والجافيل، وبيان سور دايرتلو لا لافات ديالو والبونجا ديالو وحدهم، دايرتهم فواحد السليله عندي في البالكون هكا باش توجور نغسلهم به ونديرو يقطر، يعني هكا باش نحاولو دايما البيدون تاعنا يبقى ننقي.
وهنا كما راكم تشوفوا حاجه كما راكم تشوفوا فيها، يعني مانيش لابسه بلي اختي ولا راني حفيانه، باسكو البليغه اللي كنت لابستها فريمون زلقت بها قريب طحت تكسرت، ما لوش درت نحيتها هذيك، يعني دايرتها كانت السياق وكامل، مي جاب لي ربي شراها لي يعني راجلي مي تزلق، قلت كي نخرج ان شاء الله نشري واحده اخرى. انا هاوليك البالكون ديالي بعد لي يعني توجور نسيقو دائما ان باسكو فيه الغبره. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي بعد لي كملت كامل شغلي، جوز كامل نشف على لي جامبر سال دو بان كل حاجه نقيتها، هذا هو الشكل النهائي تاع المنزل تاعي. هنا كما قلت لكم البالكون نقيته تانيت، والبيدون ديالي هاولي كاني وين راني دايرته يقطر، ميم تابي تاع الباب خرجتها نفضتها. وهنا لي بلون تاعي هاملك اللي تحبوهم، كاين بزاف يحبوا النباتات كيما انايا. ودوكا نروحو نوجدو الفطور تاعنا، يعني اللي ناضت روطا الحاجة الاولى تفوت في الفطور توجدو ديرو فوق النار ما تكمل شغلها، واللي ناضت تنوض شوية بكري تكمل كامل شغلها ودير عفوا ودي الفطور تاعها في غردو. بما انه دوكا الماكله تاع الصيف وكامل يعني لا بلوبار تيك توك هكا حاجه خفيفه ما تشدناش الوقت والطيب تمتم، انا واش راني حندير يعني نشارك معكم الاطباق اللي يعني اليوميه اللي نشاركها في داري، ماشي شرط ندير لكم غير باللحم والدجاج وكامل، يعني واش نطيب نوري لكم. انا حندير تيك توك قطعت، ما حبيتش نديرها بالبصل هذه المره، حبيت نغير، درت الطرشي قطعته كما تحبوا الحاجب رقيق ولا خشن كما حبيتوا، درت له شويه تاع الزيت، نديلو شويه تاع الملح ونديلو شويه تاع فلفل اسود فقط، ونديرو يدبل فوق النار. يعني انا هاد التيك توك هذوك تشوفوها معايا يعني ما احتمدتها بزاف في الصيف تسلكني، خاصه كي يكون برا وندخل ولا ما لقاش واش ندير نحير نديرها. ودرت لها شويه تاع فلفل عكري نسيت وما قلت لكمش عليه، وسنينه تاع الثوم شوفوا كيفاش قطعتها كيما حبيتو، تحبوا تسكرفجوها ولا تقطعوها هكذايا. هنا كيما راكم تشوفوا راني ندبل فيها، يعني بالنسبه للبنات اللي قالوا لي في الفيديو الاخر ورينا يعني الوصفات تاع اللي ندوه معنا للبحار وكامل، انا مازال ما بديتش نروح، ان شاء الله باذن الله تعالى كي نجي رايحه نوري لكم نهار ما قبل واش نوجد، كي نروح حتى القعده في البحر ونوريها لكم. انا واش كما راكم تشوفوا درت حبه حميمه تاع طوماطيج تكون شويه طايبه، نحيت لها كامل هذيك القشره ودرت لها شويه تاع المعدنوس وخليتها تطلق معاها، وزدت لها شويه شويه طوماطيش تاع الباطا يعني على راس الملعقه فقط هكا باش تجيني شويه حمراء. ومن جهه اخرى قطعت البطاطا ديالي باش نقليها ونخلطها مع هذيك التيك توكا، دوك نغسل هذو المعنات. وهنا يا حبيباتي حبيت نوري لكم الحاجه اللي راح نديرها، يعني كل يوم نخمل جهه. هنا عندي هذا تحت البوتاجي راهو خرده ومخلط كامل، يعني مر لي مرات تمر رمضان ما كنت نقي والو. هنا كما راكم تشوفوا كل يوم نقي كوانا، هنا نقيته وكملته، هنا الفطور اللي كنت كملت شغلي، يعني هنا هاوليك الفطور ديالي واجد بعد اللي طابت لي الفريت ديالي خلطها مع ديك التيك توكا، واللي يحب ولاد الدجاج يزيد لها. هنا في المساء بعد اللي درت لاسياس نط قباله شربت فنجال تاع قهوه كحله تاع قهوه، وراح ندير معكم العشاء اليوم. واش راح ندير؟ يعني حنوري لكم طريقتي في تحضير شوربه بيضاء عسيميه، يعني تجيب الفيرميسال. ودوزيام بلا راح ندير طاجين زيتون حنديرو احمر، يعني انا الوصفه حنبازي لكم على شوربه بيضاء، يعني كاين بالك اخوات ما يعرفوش يديروها ولا يحضروها، نوريها لكم على طريقتي. هنا كما راكم تشوفوا البصل تاع الشوربه بيضاء ديالنا رحيتو شويه رقيق باش تجينا المريقه ديالنا تجينا رطبه. والدوزيام بلا اللي حنديرو طاجين الزيتون درتو رحيتو شويه خشين. هنا نقطعو في الشوربه بيضاء جناحتين كما تحبوا هذيك الرقبه كما حبيتو، ودرت شويه تصدر تاع الدجاج. هنا الشوربه بيضاء تاعنا واش تستحق؟ تستحق ميلونج تاع السمن والزيت، يعني انا ما نحبش نطيب بزاف بالسمن، مي في هذه الوصفه ندير السمن يجي بنين يمدلها كو شباب. نديرو ملعقه حوالي ما دوك تشوفوا شحال، شوفوا شحال درت، يعني الشوربه بيضاء واش تسحق؟ تسحق التوابل بيان سور الملح والفلفل الاسود والقرفه، مي انا حبيت نزيد لها الكركم باش يمد لي هذاك اللون شباب، كالي حتى يزيدوا لها الزعفران.
انا درت لها الكركم، شتي لا كولور تاعها شابه، يعني هاد الشربه بيضاء، يعني هي شربه عاصميه تاع العاصمه، وكامل يديروا لها الفيرميسال، وتاع بليده وكامل يديروا لها الرز، يعني يديروها في طهر الدراري، يديروها في صبوحي تاع العروسه، يعني هادو هما البلايص اللي يديروهم فيها. ونديروها تتقلى فوق النار، نخلوها تدي وقتها، كي تكون تتقلى تتقلى بيان نخلوها، وما نديرولهاش معدنوس دوكا حتى في العقدة ديالها باش نديرولها. ان شاء الله تجربوها هاد الوصفة، خاصة اللي يعني من الولايات اللي ما يديروهاش، كما يعني كما على بالكم عندنا 48 ولاية، يعني وكل ولاية تختلف على الولاية الاخرى في الاطباق تاعنا. ان شاء الله اللي ماشي ما يديروهاش يجربوها ويرجعونا بالخبر. انا كما راكم تشوفوا انا كنت ندير في الحشا، الدجاج جيعان، قلت له ندير لك قهوة ما حبش، راكم تشوفوا يقلي في البيت، قلت له جيب نقلي لك، لا نقلي وحدي باسكو على بالي كي يطيب ولا يقلي يبرمد كامل الحاله. هنا بعد اللي مرقت الشريبه ديالي وخليتها طيب، ما وريت لكمش راحت لي لا فيديو، يعني عفوا كما قلت لكم حمستها ودرت لها الماء وخليت الدجاج تاعي يطيب. هنا بعد اللي طابلي الدجاج ديالي واش ندير، شوفوا يعني حاولت نشوف الكميه تاع المرقه اللي عندي، لقيتها شويه عاقده، زدت لها شويه ما سخون، ما نزيدوش ما بعد نزيدو ما سخون، ونخليها ترفد لي الغليه. كي ترفد لي الغليه نرمولها نرمولها الفيرميسال تاعنا. انا هنا كان عندي الشكل تاعها شويه خشينه، هي كان رقيقه وكاين الخشينه، اذا كانت عندكم رقيقه ديروا شويه كميه مليحه، ولا كانت الخشينه ما تكثروش باسكو تجيكم غير عجين. انا كما راكم تشوفوا حاول درت شويه، انا ندير ونرفد بلالوش ونشوف قسم الزيت تنفخ شويه تجي هذاك هو باش ما تجيش معمره بالفيرميسال، ونخلوها يعني تطيب حوالي، يعني غير يدخلها شويه طيب، ما نخلوهاش حتى تطلق روحها كامل تولي فيها رائحه العجين. ومن جهه اخرى نحن نحضروا العقده ديالنا، واللي هي نديروا صفار حبيبه تاع البيض، نديروا كميه مليحه تاع المعدنوس، ونرشوا عليها حوالي نصف حبه تاع ليمون. انا هنا القارص كان عندي ناشف كامل عياني، درت نص عصرته، ونزيدو وهذا الميلونج كامل. واش نديرو عليه حوالي واحد الغرف هكداك تاع المريقه ديالنا. هنا الفيرميسال ديالي كانت دخلها غير شويه تاع الطياب، رميت لها هاد العقده، يعني نديرو هكايا هو سخون ونخلطو تمتم باش هذاك الطيب ما يطيبناش، ونرموه في القديره ديالنا. يعني انا حبيت نديرها في القدره تاع الطين، مي ما عنديش، عندي شويه كبيره، قلت كاش نهنشي وحده صغيره نديرها غير الشوربه بيضه هكذايا، ونخلطو وندوقو بيان سور على الملح، يعني لي صوص بلانش، يعني نحاولوا ما نكثرلهمش الملح بزاف باسكو يبان فيهم الملح. كيما راكم تشوفوها كنخليها زيت تتقال لي شويه ونطفي عليها. هنا بعد اللي طابت لي الشريبه ديالي وكامل، قعد لي الوقت في المساء. واش درت هنا كما راكم تشوفوا راني في البالكون، انا كي يكون زمان الصيف الحوايج تاعي ما ندخلهمش نطبقهم لداخل، نطويهم ولا نطبقهم في البالكون هكا باش ما يديروليش الغبره داخل الدار، ويجوني واجدين نديهم قباله للمكان تاعهم في الخزانه ولا هكذا كما راكم تشوفوا. يعني نحاولوا كي يقعدنا الوقت العشيه نخملو كوانا، يعني نقصوا هكا علينا حوايج بزاف.
وهنا كما راكم تشوفوا حبيباتي، هذا هو طاجين زيتون تاعي اللي درته بصوص حمراء، وهنا الشريبه ديالي هاي اللي بعد لي طابت لي، يعني هذا هو كان العشاء تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا. يا وتزيدوا رشوا عليها من الفوق كي تجوا تقدموها المعدنوس، يعني هي تحب المعدنوس في الاخير وتحب القارص، تجي بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم هاد الشربه، وان شاء الله يعجبكم تاني هذا الروتين. وما تنساوش اذا عجبكم هذا الروتين ديروا لايك هكذا باش لا فيديو تيشوفوها بزاف. ونقول لكم حبيباتي الى هنا تخلص الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.